ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وجينا بقى للفقرة القريبة على قلبي. الفقرة دي احنا معانا شيف مميزة جدا جدا على السوشيال ميديا، هتمتعنا النهاردة بأحلى الوصفات وأحلى الأكلات. معايا الشيف شيماء أيمن. أهلا. ازيك يا مايا؟ عاملة ايه؟ عاملة انت ايه؟ الحمد كويسة؟ لله. الحمد لله. ايه الحاجات اللي انت عاملاها دي؟ الله يخليك. ده انت مبدعة. الله يكرمك. الله يخليكي. قولي لنا بقى هتعملي لنا ايه النهارده؟ برحب بيك يا مايا وبرحب بكل السادة المشاهدين، والنهارده هنعمل وصفة حلوة جدا وهي البيتزا السريعة. أي حد جعان كده في نص الليل أو عايز يفطر فطار بدل ما يبقى تقليدي، هنعمله بحاجة بشكل جديد يعني. نبتدي النهارده. المقادير اللي معايا عندي فينو، وعندي بيض وحليب وجبن وفلفل وزيتون، واي بقى بواقي تلاجه ممكن نحط كفته، سوسيز، ممكن موفرة. لانشون، بصي المتوفر عندك. نبتدي مع بعض كده. يلا على طول. يلا يلا. هنجيب الطاسه، عندنا كله هيشتغل في الطاسه يعني ما عندناش مكونات كتيره ولا حاجه. منين انقل انا بقى جنبك؟ أيوة. عشان انا دايما بحب اتعلم. وانتي ما شاء الله بتعملي وصفات هايله فعلا بجد. الله يخليك. بس في البدايه كده عايزين نعرف بقى، انتي بداتي ازاي ان انتي تبقي شيف على السوشيال ميديا وحققتي نجاح كبير قوي ده ازاي؟ ربنا يخليكي. بصي، هي البدايه انا كنت اصلا يعني متجوزه، ما كنتش بعرف اي حاجه في الاكل خالص خالص. وبعد كده هو اول ما صحيت بقى من النوم لقيت جوزي بيقول لي شيماء انا عايز افطر سي فود، شوربه سي فود. ده اول ما اتجوزتي؟ ما كانش لسه ساعتها فيه بقى ولا النت ولا السيرش ولا الكلام ده كله. اتصلت ليه؟ متجوزه بقى لك كام سنه؟ 12 سنه بس. ما كانش لسه السوشيال ميديا مسيطره زي اليومين دول يعني. فروحت ايه على طول بقى كلمت اخواتي وماما وكده، هو ها هعمل ايه؟ قالوا لي اعملي كذا 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 كذا. عملتها، هي ما عجبتهوش، بس انا شفت في عينين ان هي ما عجبتهوش يعني. فقررت ان انا لازم بقى ايه، لازم اشوف يعني. تبداي تتعلمي بالظبط كده. انت دلوقتي كده هتعملي، حطينا الزبده واي فينو عندك ناشف او فينو عندك في التلاجة، بدل ما تعملي سندوتشات هتقومي ايه محمره الفينو كده هو. طيب، مع ممكن نستبدله بالتوست براون او كده؟ ممكن توست اللي عامل دايت. بالظبط كده، التوست الاسمر هيبقى حلو جدا معاها برضو الوصفه ديت. ويعني كله شغال عندك، اي كل حاجه. كل حاجه. كملي بقى. عملت له بقى ساعتها السي فود، يعني لقيت في عينيه ان هو ما كانش مرضي. وانا احب اعمل الحاجه حلوه قوي، لان انا اتجوزت. اصلا كنت بتشتغلي اي شغل؟ انا محاميه اصلا، خريجه حقوق. يعني انت بعيد عن الشغلانه خالص. الساده المستشارين بعيد عن الشغلانه خالص. بعد كده بقى ابتديت بقى واحده واحده، وبقيت اشوف في عينيه ان هو مبسوط يعني بياكل الاكل. ابتدى. طب اتعلمتي مين علمك؟ يعني بقيت اخد حاجه حاجه يعني. قلت لنفسي انا هتعلم حاجه حاجه. هعمل النهارده مثلا الطبيخ كلنا عارفينه، اللي هو الحاجات الجديده بقى اللي هي زي شوربه سي فود دي. هو بيحب الاسماك، اول ما كنتش باكل اسماك خالص، فابتديت اتعلمها واحده واحده. ازاي احشي السمك، ازاي اعمله يعني صياديه، ازاي اعمله بالفريك، اعمل بقى ابتدي ادخل حاجات جديده اخليه هو بدل ما بيطلع ياكل بره، لا يدخل ياكل جوه بقى. هنقعده في البيت. بالظبط. لا انا كان جوزي كان ايه شاطر قوي يعني، الاكل ما يعجبوش ما يتكلمش، بس يطلع ياكل بره بقى وانت كلي بقى اكل البيت ده. طيب، وبداتي منين بقى اني خلاص انا عايزه اعمل حاجه على السوشيال ميديا؟ الفكره جات لك منين؟ الاول انا ابتديت ان انا لما لقيت ان الناس بتاكل من الاكل بتاعي وبتعجبهم جدا، فعملت الاول كاترينج، مشروع ابيع الاكل اللي عاجب الناس دوت، لان لقيت الناس يعني عجبهم قوي. وانا بقى شاطره كمان في حته المخللات، لقيت نفسي ببدع يعني، عارفه المطبخ بقى لعبتي يعني. فاضيه ولسه اول الجواز، ما فيش يعني، وانا بيتوتيه قوي، فهو ما عنديش حل غير هو المطبخ. فابتديت بقى اعمل الكلام دوت، يعني ان انا اعمل الاكل دوت، لقيت نجاح غير عادي. وابتديت بايه يعني، كان المخللات، كنت بعمل ليمون مخلل حلو قوي، وكنت بفرط من توم للتفريز. لقيت بقى ده بدات بده بس. وبعد كده بقى ابتدت بقى الطواجن، والموضوع كبر كبر. أوبا. كبر احنا يعني كنت براند يعني. في الشيخ زايد بجد كنت مسمعه جامد جدا. وبعد كده بقى حصلت ظروف لابني خلتني قفلت من الاكل خالص. حادثه كده بسيطه كده، بس يعني الحمد لله خلتني قفلت من الاكل خالص. قعدت سنه بس انا بحب الاكل. فقلت لا انا هصور
وانزل بقى ايه اللي انا بعمله الاكل دوت، ينزل يبقى زي ايه اي حد عايز يتعلم. ده اللي انا جه في دماغي يعني. كنت واخداها الاول تجربه كده ان انت عايزه تعلمي الناس اللي انت اتعلمتيه. بالظبط كده. فعلمت الناس بقى يعني، بقيت اعمل وصفات. اول حاجه عملتها الكفته، لقيت الناس، وكان على البروفايل الشخصي، ما كانش عندي بيدج ولا اي حاجه خالص. لقيت يعني الكلام ده مثلا من 4 سنين، كانت جايب مشاهدات، لقيت بقى 200,000 و180,000. زمان كان ال 180 طبعا وال 200,000 طبعا ده طبعا انت مكسره الدنيا. فشفت بقى. لا وانت اسلوبك بسيط يعني، انا انا اتفرجت ليكي بحب كتير على فيديوهات كتير، حسيت ان انت اسلوبك بسيط، الناس ايوه بتحبك جدا. انا بحب كده، انا بحب ان انا يعني يعني انزل الطبقه اللي هي بتتفرج عليا، اللي هي عايزه تتعلم. مين بقى دعمك؟ جوزي اول واحد بصراحه، إيه يعني ده حب بقى؟ حب ده يعني ده قليلا من الرجال اللي يعملوا لا لا كده. لا، جوزي دعمني جدا جدا كويس يعني. جدا. الحمد لله. لقيت منه تشجيع يعني، اشتغلي بدل ما ايه يعني. هو كانت الاول ابتدت معاه بان انت ايه، انزلي بقى من عليا بقى، ولا رايح فين ولا جاي منين، ركزي في بتغيري انك عليه بقى ولا ايه فرقه؟ عارفه فشت. ايه ده، انت من الستات اللي بتقرفي رجالتها فشتهم شويه ولا ايه؟ شويه. ده الناس ما تعرفوش عنك؟ لا لا لا، ده انا كنت غيوره قوي. اول الجواز لما بتبقى الموضوع جديد، تبقي حاسه ان هو مش ملكك لسه، او مش مستحوذه عليه قوي. واحنا اتجوزنا في شهر، كانت خطوبه وجواز وكل حاجه، فايه اللي هو لا تعالي لي بقى. بالظبط. فكان عايز يريح دماغه. فاشغلي نفسك طالما حاجه انت حابه. لا كنت لازم تعملي كده صح، عشان لان المحاماه انا ما لقيتش نفسي. بقالك 12 سنه 12 سنه لا كنت لازم صح. دلوقتي هو اللي بيقول لي انت ما بتسالنيش عليا ليه. كنت لازم تعملي كده. بصي احنا حمصنا كده الفينو خلاص بالزبده، هبتدي اجيب بيضتين او ثلاثه، وهنزل بشويه ملح وفلفل اسود، وهحط شويه حليب بسيطه جدا، وابتدي اقلب الكلام ده كله. انا بحب احط تركه كده حلوه، وهي حبه البركه. حلوه قوي. مفيده جدا جدا جدا، حتى مع الصبح مع الاولاد وهم نازلين كده مع معلقه عسل ابيض، مش قادره اقول لكم يعني تحفه. هنبتدي بقى ننزل بالبيض هنا، هو كده البيض بالحليب دوت بيعمل بقى ايه، ترابط للفينو مع بعض، فيعمل لك زي قرص كده. طب ده سهل، هنسيبه ده سهل جدا جدا، بدل ما تعملي سندوتش بيض بالفينو. لا وتنفع كمان الولاد في المدرسه. انا عايزه اقول لك بيحبوها جدا، النادي. بيحبوها جدا جدا يعني. يلا يا ماما اعملي لنا بيتزا سريعه، اعملي لنا يلا بيتزا سريعه، في العشاء في الفطار في اي حته. بصي هتلاقي البيض بقى مسك كده في الفينو، نبتدي بقى نحط. طيب واولادك بقى بيساعدوكي في المطبخ بقى؟ عندي علي بيحب المطبخ قوي، وزينه برضو بتحب المطبخ جدا يعني. اديها بقى ماما عايزه. طب وانتي بتسيبيهم بقى يتعاملوا ولا لا؟ بتخافي بخليهم يصوروا معايا ساعات. يعني علي ده كويس كان قوي. ليه فيديو، يلا يا علي، بشجعهم يعني ان هم يعني مع اللعب والحاجات دي كلها برضو يبقى في عندهم مسؤوليه بيعملوها معايا، بيساعدوا ماما، لازم يساعدوا ماما ولازم يساعدوا بابا ويروقوا اوضتهم والحاجات دي يعني. بس خلاص كده البيض بيبتدي يمسك اهو معانا، هنبتدي ننزل بقى هنا هو بايه، الفلفل معانا. انا حطيت هنا زيتون اهو، حلو قوي، فلفل سبايسي بقى، تركي، اي حاجه اي موجوده حاجه بقى في الثلاجه، لانشون جبن، اي حاجه بس ننزلها. يعني اللي انت المتوفر عندك تقدري تعمليه. هنحط شويه هنا، كان عندي كفته هي عامله زي بيتزا الطاسه بتاع بيتزا بالظبط. الطاسه صح؟ بس بدل ما نعمل عجينه ونخمر، عملنا بالفينو والبيض مسكناها مع بعض. انا بحب احط الخضار كده زي ما انتم شايفين، وهنزل بقى بالجبن. انت يعني اهو قللتي ليه؟ ما هنحط على الوش عشان الجبن لما تسيح هتبقى بيضه خالص. انا قلت ايه لا بقى؟ لا لا ايه شوشو بقى؟ لا لا ما حطيتيش. هقول لك دلوقتي ليه. طيب تمام. حلقتنا النهارده كنا بنتكلم فيها عن التنبؤات. انت بقى بتؤمني بالتنبؤات بقى، وبتحبي قراءه الفنجان والحاجات دي كلها ولا؟ جت فتره ولا عليا قريت فنجان وحاجات زي كده، بس يعني ايه، انا بؤمن بتفسير الاحلام قوي يعني. بعد ما بنحط الجبن بنلاقي ان الجبن بتعمل وش ابيض فوق الفينو، فمش هيبان الالوان، مش هيبان. فنخلي حبه بقى كده على الوش يبقى تحت وفوق، فوق نجرش الجبن كده. نجرش لما تسيح بقى هتلاقوها ايه، حلوه قوي، حلوه قوي وسريعه جدا جدا جدا. هي بس فيها تسيح كمان الجبن عناصر كتير قوي تبقى مفيده يعني. هي يعني اكله لذيذه،
وفي نفس الوقت واخده كمان بواقي الثلاجه، عايزه تتعشي تفطري، يعني كانه ساندوتش بقى بيض، ويعني هي صح. نفس ولو الفكره فراخ اصلا باقيه من امبارح نخليها نحطها بالظبط كده، اي حاجه عندك مفيش مشكله خالص. طيب لما قريتي الفنجان ايه اللي حصل؟ لا انا مش قريت الفنجان بقى، انا هحكي لك دلوقتي يا ميا. هاتي دي بس كده اللي معانا. انا بعد ما قريت الفنجال جالي فضول ان انا ادخل على النت واعمل سيرش. فلقيت بقى بس ايه، بس قال لك فعلا حاجات يعني حد متخصص قرالك يعني ولا لا؟ اللي هو كده يعني نقعد نلعب. خلي بالك جوزك. قالت لك حاجات حقيقيه؟ بتقولي اللي عندي بس بتلاقيه حقيقي. ما هو انا فهمت بقى بعد كده ان هو بيبقى انت عندك زي قرين كده فبيغششها اللي فات، لكن لا يعلم الغيب الا الله، دي وجهه نظري يعني. فاللي هو ايه، قعدت بقى قريت طلاسم بقى، تيكا بالا اولا اولا اولي. والله قعدت قلت الكلام ده وانا مش فاهمه اي حاجه. ان نام في اليوم ده يا مايا. انا لقيت صريخ وعربيات بتخبط، واصحى ابص على الشباك ما لقيش اي حاجه. طب وليه ليه الفضول؟ الفضول. انا عجبني الموضوع على فكرة قوي. دي مشكله كل الناس، هي بتلجا للمواضيع دي فضول مش اكتر. لا لا لا، ده انا كان عندي فضول غير عادي ان انا اقعد اقرا. قعدت بقى اقرا، افتح الباب من هنا. احنا ممكن ناخدها يعني، انا من وجهه نظري ان احنا ممكن ناخدها من باب التفاؤل، لكن الابراج انا مقتنع بالابراج بقى والشخصيات، واعرف اتعامل ازاي مع الشخصيه دي ما نبنيش حياتنا كلها على على التنبؤات، لانها خطر جدا. ممكن تسمعي خبر يحطك في حته تانية بالظبط. وممكن تبقى حد مثلا متضايق منك يبقى بيديكي كلمتين ما يعيشكيش. لا ده انا حرمت، قفلت الباب ده نهائي، ولا لازم فنجل ولا غيره. خلينا كده ايه، حلوين مع بعض. لان طبعا يعني كل حاجه ليها ناسها طبعا. وانا مش متخيل ايه اللي بيدخلني زي، خليني في المطبخ، انا ايه اللي دخلني انا اقعد اقرا كل حاجه ليها ناسها. طب وبتؤمني بمقوله كذب المنجمون ولو صدقوا او ولو صدقوا؟ لا هي يا صدقوا، في ناس بتقول يا صدقوا وفي ناس بتقول صدقوا. بتؤمني بيها؟ طبعا جدا في حياتي يعني، بخاف يعني. الواحد احنا كشعب مصري يعني متدين بطبعه، فبيخاف قوي من الحاجات اللي هي من وجهه نظري نتكل على الله ونقرا ايتين قران ونتفائل وتفائلوا بالخير تجدوه، واستر المساء وحصني نفسك واتكلي على الله وسيبيها على الله. يعني حلوه المفاجآت الحلوه لما تيجي وانت ما تعرفيش عنها حاجه، لما بتبقي عارفه ان جوزك جايب لك هديه ما بتبقاش مفاجاه خلاص. فهو نفس الحكايه، ربنا برضو لما بيدينا اي حاجه من عطاياه حلوه وهي مفاجاه حلوه، ونبتدي ندعي بقى ان احنا ربنا يكفينا شر الحاجات الوحشه. لا بس انا هتنبأ لك النهارده ان البيتزا بتاعتك هتطلع حلوه. مش طول البيتزا انا اللي هتنبأ لها النهارده، بيتزا هتطلع تحفه 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 خطيره. حبيبتي يا مايا انت اللي جميله والله، وانا سعيده ان انا كنت معاكي بجد يعني. حبيبتي. اضافه ليا بجد. حبيبتي انت يعني من الناس الجميله جدا، وربنا يوفقك يا رب دايما. حبيبتي حبيبتي قولي لي احساسك ايه بقى لما حد بيبعت لك على السوشيال ميديا ان انت شاطره قوي، ان انت بتستقبلي ازاي بقى يعني؟ انا عايزه اقول لك التعليقات الايجابيه والتعليقات السلبيه. الحمد لله السلبيه مش عندي كتير، لان مش بطلع افتعل مواقف زي بعضهم. يعني انا طالعه عندي هدف، انا طالعه اديكي حاجه تستفيدي بيها. بس بشوف الناس بتدخلك في مواضيع عن الحياه كمان شويه يعني. انا كنت مثلا كنت مليانه شويه وجيت خسيت. طب انا كنت خايفه اتكلم لان بخاف شويه ادخل في قصه. لا قولي لنا السر بقى. المره الجايه ان شاء الله. لا مش هتعديه كده. قولي لنا عملتي ايه. بصي، هو الخساسان انا مش عامله دايت بمعنى الكلمه، بس هو اللي هو ايه، هي جت معايا صدفه. لقيت نفسي ان انا جوزي رياضي، فكل اكله يعني بدل ما تقلي حطيه في الفرن، بدل ما تشربي يعني تاكلي حاجات خليها مثلا نص دسم، بلاش سمنه كتير، الزيوت ممكن ازازه الزيت تقعد عندي. يعني هي القصه كلها. ما تقوليش جوزك اللي عمل لك دايت. لا هو طبيعه اكله. ايوه هو طبيعي بيحب كده، فخلاص انا سستمت نفسي على ان كل اكلنا يعني كده. مع دايت مع دكتور. مش دايت. هو اسلوب حياه. ما هو الدايت دوت الناس بتتخن
وتيجي تعمل دايت تخس، وبعد ما تخلص الدايت تقوم بقى راجعه اكتر. طيب من الاول. طيب بتقاومي الاكلات اللي انت بتعمليها ازاي؟ باكل كل حاجه بس كميه قليله، ما بحرمش نفسي من اي حاجه، زي اللقيمات كده زي ما بيقولوا، كميه صغيره ولازم اسيطر. ان انا على فكره الجوع بيجي لك هو 10 دقايق احساس جوع، يا جريتي وراه ومشيتي وراه يا طنشتيه وسيطرتي عليه. خسيتي قد ايه في وقت قد ايه؟ لا انا ممكن اكون يعني مش اللي هو يعني كنت كده. لا بس يعني ممكن اكون خسيت مثلا حوالي 12 كيلو مثلا. طب ده فرقوا معايا. شيء حلو قوي قوي قوي، شيء عظيم. بس في وقت قد ايه بقى؟ ما هو انا مش في وقت، لان ما كنتش عامله دايت، هو كان اسلوب حياه، فنزلوا معايا كده مع الحمل، لقيت نفسي اتخنت، وبعد الولاده بقى وخلاص كل ده. بس هي مش التخن ما كانش فتره الحمل بس، لا هو كان قبل فتره الحمل يعني. بعد الجواز يعني اتجوزت بقى اتخنت اكتر ما كنت اتخنت، وبعد ما بعد ما ولدت بقى خلاص كله بقى رجع. احنا عايزين نغطيها بس شويه كده، مش عارفه ممكن اعملها كده طبعا علشان خاطر ايه نسيطر. طيب وقولي لي بتستقبلي بقى السلبي ازاي؟ التعليقات السلبيه؟ كنت الاول بتعصب في الاول، واجي اقول ايه ده، هو الناس دي ازاي بتقدر تقول يعني كلام جارح كده، كاتك نيله انت مش فاهمه حاجه مثلا، يعني في ناس بتحب فبقيت انا ارد عليهم اوه برافو عليكي، انت مكانك مش هنا، انت مكانك في السي في سي. يعني هعمل لهم ايه؟ طب برافو عليكي، برافو عليكي ان انت يعني ما بتستنيش الكلام السلبي. هي ناس بتبقى ما بتعرفش اصلا تعمل حاجه، فبتخش تعدل لمجرد ان هي عايزه تضايق اللي قدامه، لان هو شايفه ان هو ممكن يبقى اشطر منه في حاجه معينه. فبقيت اخدها بهزار، والناس اللي هم بقى بيحبوني يخشوا في الكومنتات برضو يقوموا بالواجب. هيصه هيصه يقوموا بالواجب. فرح العمده بيحصل. طيب وما بتقوليش لنفسك ما ردش يعني؟ يعني انا من الناس اللي لما بتجي لي تعليقات سلبيه ما بحبش ارد. كنت الاول، وبعد كده بقيت اعمل بلوكات، وبعد كده قلت لا، طب ما يعني وارد، ما حدش بيجتمع على شخصيه واحده يعني. طبيعي ان انا في ناس هتحبني جدا، وفي ناس ممكن تكرهني، وفي ناس ما تحبليش الخير، وفي ناس تتمنى لي كل الدعم وكل السعاده، فطبيعي احنا مختلفين. فانا ليه يعني ليه بتضايق من الاختلاف؟ فبقيت متعايشه جدا يعني، الشتم وكمان. طيب بتحلمي بايه بقى الفتره اللي جايه؟ تصوري ايه تاني ده الجامدة دي؟ قولي لنا بتحلمي بايه الفترة اللي جاية؟ بحلم ربنا يهدي لي ولادي وجوزي وحياتي تبقى مستقرة، واحقق حلمي اللي انا يعني بحلم بيه بقى، في ان انا ابقى ناجحة على طول كده، ان شاء الله وربنا يوفقني يعني. كل اللي يجيبه ربنا حلو. مؤمنة بالله الحمد لله جدا، واحلامك بسيطة وجميلة ودايما ناجحة ومتألقة، وانت فعلا محبوبة للناس كلها بجد. حبيبتي يا مايا، انت اللي جميلة، وانا حبيتك النهاردة يعني اكتر ما كنت بحبك قبل كده حقيقي. انت جميلة جدا. نرجع بقى للبيتزا نشوف ايه اللي حصل لها. اديني فرصة يا مايا، احب فيكي يا مايا. بصي هي كده الجبنه خلاص ساحت اهي، بصوا 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 المطه. الولاد بقى ايه يعني، مش قادره اقول لكم بتعشق المطه دي قد ايه. بس هي كده هنعرف برضو نشيلها من ال ايوه هتنزل اهو اهو. بصي طلعت اهي معانا. ليه؟ لان احنا حاطين بيض. انا بحب الاكل قوي. هتعجبك قوي يعني. لا انا يعني قبل ما الناس هتدوق انا هدوق. عشان انا هقول لكم ايوه انا لازم، وانا مش هدوق عشان انا نفسي ادوق، اوعوا تفهموني غلط. مايا بتقول هتنزل الاكل. بص المخرج بيقول لي تدوقي حته بس مش كل حاجه. مش كله انت مش عارفه انت بتفهمني غلط ليه. حته من ولا كله بالظبط اهي. بصي بتزايه ولا مش بتزايه؟ لا انا بقول لك ايه، انت ما تضحكيش عليا. انا بتزايه ولا مش بتزايه؟ احنا هندوق. ماما عايزين بيت زي هندوق اتنين فينو وخلصوا بالظبط. ما فيش شوكة ولا اي حاجه يا جماعه، عشان نقوم بقى بالواجب ده. ايوه انتوا عارفين هناخد دي. ايوه لا انا مويه. سيبي لي حته يا مويه. ايه ده اشوف الملح مظبوط ولا لا. انت بتعملي وعايزه تاكلي كمان. كفايه ان انت عملتيها. نشوف لا طباخ اللي بيدوق. هندوق. ايوه هندوق. ميها مش نو. مفيش. استنوا يا شباب، في سكينه هنا اهي. ايوه حلوه دي. طب مفيش بقى شوكه؟ هدور لك على شوكه دلوقتي. حلوه السكينه، مالها السكينه؟ مين عايز يدوق؟ انا هقول لكم والله طلعت حلوه ولا مش حلوه بصراحه يعني. اقول بصراحه يعني ممكن عشان جمهور كمان شيماء يطمن يقول لها. وعايزه اقول لك الكفته دي انا عاملاها في البيت برضو يعني. نقول
اني كفته اللي على الوش دي بس انت استغليتيها بقى صح؟ يعني ما هو يعني بواقي الثلاجه عندك كفته، عندك لانشون، عندك سوسيس، عندك برجر، عندك جبن. بس انا هقول الحقيقه، قرب عشان انا بحب الحقيقه. الكفته دي انت اللي عاملاها؟ بجد؟ والله بجد التست بتاعها تحفه بجد؟ تحفه تحفه بجد. ثانيه كده انتي خدي بقى. لا انا عارفاها. انت عارفاها؟ ايه رايك في اكلك؟ عارفاها. ايه رايك في اكلك؟ نص نص. قمر. لا فعلا طعمها حلو جدا جدا جدا. وانا اتشرفت النهارده بوجودي معاكي، كنت سعيده. دمك وروحك خفيفه حبيبتي وجميله من جوه وبره فعلا. يعني ليه حق، يعني ليهم حق الناس فعلا يحبوكي على السوشيال ميديا. حبيبتي يا مايا. كنت سعيده بوجود شيماء ايمن معايا النهارده.